كنيستنا كنيسة عظيمة، لماذا البخور أيتها الكنيسة العظيمة؟ أول حاجة حبيت البخور بتدينا درس روحي. ما فيش طقس في الكنيسة إلا وله معنى روحي. حبيت البخور، أبونا يحطها في الشرية تدوب، تدور عليها تلاقيها ما تلاقيهاش. وربنا بيقول لنا من أضع حياته من أجلي يجدها. فحبيت البخور بتدوب، بتنصهر، بتحترق وتعطي رائحة عطرة. هكذا القديسين بيحترقوا وبيقدموا أجسادهم ذبيحة وبيدونا روائح زكية وبيدونا طبعا شفاعات ومعجزات وعمل عظيم جدا ربنا بيديه لهم. عشان كده بنقول القديسين رائحتهم حياتهم كرائحة بخور. نسمع عن حياة أبونا بشوي كامل، نتنسم رائحة الرضا، مش كده؟ تسمع عن عمل ماري جرجس تتنسم رائحة الرضا، وهكذا كل الشهداء والقديسين نتنسم رائحة الرضا لأنهم أفنوا حياتهم كرائحة بخور. وأبونا يلف بالشرية في الكنيسة ويدي بخور للست العذراء ويقول لها نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. لأن الست العذراء حياتها كرائحة بخور، كرائحة بخور، بذلت نفسها وبذلت حياتها وبتوليتها لخدمة سر التجسد الإلهي. أبونا يلف كده أمام الأيقونات ويدي بخور. احنا مش بنعبد الصور ولا بنعبد القديسين، لا، احنا بنعترف ان حياتهم كانت رائحة بخور زكية. يعني صرنا رائحة المسيح الزكية في آية قالها كده بولس الرسول. فالبخور حبيت البخور تدوب، تضيع نفسها علشان تدي رائحة للي حواليها. حبيت البخور ربنا يحطها في السورية، البخور يطلع لفوق كده، مش كده؟ في بخور بينزل لتحت؟ لا، يطلع للبخور. وكأن يعني الكنيسة عايزة تقول لنا ارفعوا أعينكم للسماء، إليك رفعت عيني يا إيه؟ يا ساكن السماء. كأنها سهم بيشير للسماء كده. كم مرة احنا بنفكر في السماء؟ حبيت البخور بتقول لنا كده انظروا إلى فوق. بخور عطر، سيرة عطرة، زي ما قلت لكم بولس الرسول في كورنثوس الثانية 2 يقول لأننا رائحة المسيح الزكية. البخور يذكرنا بحلول الله. خيمة الاجتماع أو الهيكل كان لما ربنا يحل في الهيكل أو خيمة الاجتماع يمتلئ بالضباب. الضباب ده إيه؟ ده بخور، بخور. ده حتى ربنا لما كلم موسى على الجبل اتغطى الجبل بالضباب والسحاب. فالبخور يفكرنا بالحلول الإلهي. ده حتى في التجلي يقول لنا معلمنا لوقا وكانت سحابة تظللهم فخافوا عندما دخلوا السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.